هذا يسأل عن شخص شرب الماء بعد الأذان التالي، شرب بعد الأذان التالي الأخير يعني، هذا ما يجوز. إذا أذن الأذان الأخير فقد طلع الفجر، الأذان على طلوع الفجر، فهذا شرب بعد ما طلع الفجر، يستمر في صيامه ولكن يقضي هذا اليوم لأنه شرب في أوله فيقضيه بعد رمضان. السؤال الثاني: ما حكم شخص صام في بلده وهو المغرب ثم سافر إلى بلد الله الحرام؟ يسأل عن كيف يعني هو صام قبل المملكة بيوم، إذا كان يبي يرجع البلد في رمضان فهو يفطر مع أهل بلده، إذا كان يبي يبقى في مكة ويحضر العيد في مكة فهو يصوم مع المملكة، يصوم مع المملكة، يفطر مع المسلمين سواء أفطر في بلده أو هنا مع المسلمين ولا ينفرد.